مدينة البندقية من مدينة الموصل إلى ركام مدينة الموصل وما بقي منها على شفا الانهيار أقبلت سيول جارفة وفيضانات غمرت الشوارع المتهالكة والأزقة المتهاوية حتى تحولت ساحاتها إلى برك مائية عطلت السير ودخلت إلى المنازل. فقضى الأهالي وقتها لياليا عصيبة لا يدرون إلى أين يتجهون ولا على من يعتمدون. والأمطار هاي قدام عينك سوت من الموصل، يعني محلات كلها آثاث وغراض كلها راحت، يعني أبسط شيء البيوت أكو ناس هم فقرة تعبانين، زين من فات المي على بيوتهم، راحت الثلاجة، راحت المجمدة، ملابسهم، آثاثهم، يعني نكبة اللخ ورا نكبة الحرب جتنا. بضائع تجارية وأثاث وأدوات منزلية كلها تعرضت للتلف، ليس بسبب الأمطار وإنما لعدم وجود قنوات تصريف لهذه الأمطار، ما تسبب بوصولها إلى مستوى عال مكنها من غمر البيوت والمحال التجارية. مصيبة، بنى تحتية للمدينة منتهية، البنى التحتية متآكلة، نزلت رمل وأنقاض وإلى آخره من هاي المواد بسبب الحرب، والحكومة ما حركت أي شيء. إعادة المدن المحررة، أي تحرير؟ عادة بإصرار هاي الناس على الحياة. ولم يتوقف ضرر السيول على الأدوات المنزلية والبضائع التجارية، حتى جدران المنازل تهاوت، وخصوصا في المنطقة القديمة حيث أن المعارك التي شهدتها المدينة لم تترك منزلا قائما إلا وجعلته معرضا للانهيار في أي لحظة. المنطقة القديمة يعني نعاني، أغلب البيوت متروكة والمي انحصر بيها، وأكو حيطان وقعت بالعوجة، أكو بيوت قامت تجري، خدمات ماكو. ايش نطالب؟ نطالب البلدية، نطالب الحكومة المحلية المركزية تجي تسوي لنا صورة حل، لأن المنطقة تعبانة. وأمام يوميات الشتاء القاسية التي يعيشها المتبقون في الموصل يزداد الصمت الحكومي ويتجلى الاستهتار في أوضح صوره، فلا آليات تكفي للتعامل مع هذه السيول ولا بنى تحتية قادرة على تحمل العوارض الطبيعية التي تحدث في كل بلدان العالم.